ولذلك قلنا للإمام علي لما واحد سأله قال له يا إمام أنا أريد أن أعرف نفسي، قال أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ قال له جوابه ليس عندي، السؤال ده جوابه مش عندي إنما جوابه عندك أنت. قال له كيف؟ قال له إذا دخل عليك اثنان، واحد اعتاد أن يأتي لك بهدية وواحد اعتاد بأنه يطلب منك حاجة معونة، فانظر إلى أيهما تبش وترحب، فإن رحبت بمن يأتي بالهدية فاعلم أنك من أهل الدنيا لأنك تحب من يعمر لك دنياك، وإن كان اللي بتاخد منك فاعلم أنك من أهل الآخرة لأنك تحب من يعمر لك من تحب، والذي أخذ يعمر لك إيه؟ آخرتك.